أحسن حاجة عندي وليد وهي تحلى بس زادت كبدتك مطلب تواب خالتي مع ولدها كنولدوا لا واحد وكنزيدوا واحد تباتني في هذا الولد ديما أنا ما نبغيها لهاش باقي الوليد صغير الوليد باقي صغير السلام عليكم حباب لاباس عليكم كنتمنى لكم تكونوا بخير على خير اموركم كلها مزيان وتكونوا مرتاحين يا ربي وتكونوا دوزوا عيدكم مزيان كشبعتوا شحم كشبعتوا شحمه خوتي احبابي السلام عليكم وتبارك الله عليكم وكنتمنى عند الله عز وجل في هذا العيد هذا كلشي يكون كل الحيمات فيهم شحيمات وكلشي بخير على خير الحمد لله كيف ما قلت في الفيديو القديم انما الحمد لله رب العالمين انا كنامن بان بلادنا فيها الخير وفيها كل شيء الحمد لله واكل شارب شبعان مرتاح بخير وعلى خير وهذا فضل الله عز وجل وفضل سيدنا الله يحفظكم وينجيكم اخوت وتبارك الله عليكم وغتخليكم معنا في واحد الفيديو اللي هي لا بروميير فوا دابا باش غتجي عندي الوالده من بعد ما جات من تركيا خوتي احنا دائما لا فامي الطاهرين ما كنمشيوش ساكنين الو في هذا الفيديو هذا اللي غادي يجيو عندي للدار انا بغيت انا وفاطمه زهره نتفقوا على اساس باش نقولوا لها أنا حاملة لاش الله يحفظ الحمد لله اللي جا من الخير مرحبا به أخوتي ما نكذبش عليكم أنا فاطمة الزهراء غادي تحاول تبدا دير مرة ديك اللعبة ديالنا اللي تشهيتها هذي وتاخذ ليش لعيبة من يدية تاكلها وكذا المهم غنحاولوا نسرعوا البلان وأون فان كونت غنقول لهم عندنا واحد لا سيربريز وغادي نجلسوا أنصوم ونقول لهم لا سيربريز هي نشوفوا ردة الفعل ديال كل واحد غنشوفوا لا سيربريز اللي هي فاطمة الزهراء حاملة الرياكسيون ديال كل واحد وغادي نأكدوا لهم وداك الشيء زعما لي بروف الو خوتي خليكم معنا ان شاء الله في الفيديو غادي نحاول نجبدوا داك الوراق القدام ديال محمد كرام ونقول لهم ها هو البريف الله يحفظكم ويجيكم اخوتي تبارك الله عليكم وخليكم معنا في الفيديو اهلا دابا اللي بقى غير عشيري اهلا وسهلا يا حبيبي اهلا وسهلا ديالي ديالي داكشي الخطير داكشي ما شاء الله والله سيدي الا جات معاه نقسم لك بالله حتى جات معاه واعره وشوف اللي لبستيها تجي معاك الله يحفظك ليا بابا الله يحفظك ليا اللهم لك الحمد مهمتي كي جاتك اللبسه ديال بابا بس داكشي ديال السواعده هاو والله الا غزاله وكيشكر فيك والله يحفظك ليا بابا الله يحفظك ليا يا ربي امين يا ربي امين كيفاش هي اللي مقادنا كيفاش تفارقتوا والله الا بقيتي بزاف لا ماما لا ماما والله ماما الا ولفتك والله انت شوف ما قالك والو ضروري خاصكم تاكلوا حداها باش هي تشبع تمام باش كتوقع القضيه النشاط ودابا سكينه اللي كتشالي دلات على هذا كتنوضوا من النعاس وتجلسوا قبل يجيش لي والله الا كنتخبى وتمشي للكوزينه وتبدا تصاوب له الساندويشات تقول خويا لينا ما تاكل اوي لا تصبح لا ولا تقمعوها ولا داكشي الا شي هاد شي حاجه تاكلوها فضلوا تاكلوها نتوما قال له حاول ما امكن لكم بحال يوقع له مشكل يعني تنصبل ولا كنتخشى في الطواليت هكا حاجه ماشي ما تلقانيش حتى لقاتني كتقول لي ها هي جالسه فيها هي جالسه هي شفت فيها جاك الجو لا لا جاك الجو والله تقعد ما تجيش معاه ما تكلم مسكينه ما تصلحش ما تاكل جوج شهيوه انا زدت 7 كيلو فاش مشيت عطيتي دوتي يقول لي ماما بغيت والله ما بغيت ماما بارك عليا ندير له شوف دير له خطره قلت له واش انت صغير ما تاكلش ما تاكلش وفي الاخر تبدا تغوت لي ما شريت هادشي
لمعين وتشهر غير تشي 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 تحوم الثلاجه تشي الله واحد الكروسه يا خويا لا لا فيزا 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 قلبك ليه تمشي تسته في الثلاجه وتسته في المسكينه ايوا توكل سكينه ايوا الحمد لله على كل حال يلا الخوت خليكم معنا من بعد ما نحطوا العشاء مرحبا 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 صحه والراحه شنو داكشي بالهنا والشفا الله يلا تبارك الله على الله فاطمه الزهراء والشريطه ديالها الله يحفظك ليا بابا بان حاجه للميضه اييه تصلي تقول لها الحاجه بغينا الشليطه ديال الجنه هي كلها الالوان كلها الوان كلها خضره ايوا بصحه وراحه امي انت لا ممنوع انت دابا انت الكارت كور ديال الكرش ديالها دابا لا لا دابا الدكتور احمد الصاح قال له انت بحال انا معك صافي الله يعطيه الصحه قال لك وين عليا مرحبا بحبيبي عبد الرحيم الله يحفظك وين جيك يا هلا يا هلا اهلا وسهلا ومرحبا يا فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء ديما كتجيب معها الخير تبارك الله الله يعطيك الصحه يا ربي امين صحتكم وراحتكم ها زيدها في الصداق ايوا سيدي راه نزيدها في الصداق ماشي مشكل صحتكم وراحتكم اجي شكون اللي يقول لي دابا هذا ديال الفوق ما صدقش تيقولوا عين جنب تبارك الله عليك الله الله عين الجمل وجاوبت جواب رابيدمون ما كاينش كيف بزاف كالفهمه يلا سيدي بصحتكم وراحتكم وزيتي على معقول ما نسيتش عليها والله انا عارف سفيان هذا شكي وحده اخرى لا سيتي والو محمد كرم فوتوكوبي لي انا كيشبه لك انت اي ويام كتشبه الماما ولكن في الصغر ما كيتشابهوش 100% انا في التواجه ملي كيتشابهو ولكن حدايا فاش كنت كنلبس كان يا مكان في قديم الزمان تعال تعقل لي على ويام صافي ما عقلتي انت بلاتي بلاتي خليني نفكر انا نقول لك شحال بقات معك يلا خوتي تبارك الله عليكم حلو نشوفوا هذا الديسير هوبا واو الله هذه تخنجيله ايوا شنو هو المهم بعدا احسن ملي نبقاو نحطو داكشي الله تكوني باهي ايوا الله الله دوق انت الاول دوق انت الاول يلا واش ما عرفتيش تهز الفرشه يلا خاطر الضياع اجي نفوت الديسير يلا بصحتكم وراحتكم تلاقاو اخوتي من بعد الديسير المهم هذا المجمع اللي انا جمعكم كاملين كاينه واحد لا سيربريز بغيت نبارطاجيوها معكم انا وفاطمه الزهراء تيعجبني انا هاد القضيه ديال السوق والله العظيم الله عليك علاش مشاده معايا ملي دخلنا وكل اختي تجيبهم مشبولين في خاله ولا شي حاجه وقيله غادي يخلط هو فضل الزهراء عند الفائزه لا دابا شوف هذا الشيء مفاجاه اسمع معايا ايوا سيدي قولوا مبارك مسعود مبارك مسعود ان شاء الله راه عندها 3 شهور دابا تبارك الله عطيني بغيتي لك نهضر معاك ودابا كنهضروا معاك دابا راه دابا شنو بان لك نزيدوا واش هذا برانك ولا ما كاين لا برانك لا والو دابا الله يعاونهم ويسخر لهم الله يسخر يا ربي امين هاد زوينه بكلمه الله يسخر جميع الاحوال كان برانك ولا كان معقول الله يسخر يا ربي امين هاي باش نجيب لكم الراديو اللعيبات المهم دابا الحمد لله رب العالمين راه داكشي لقيناه بالسلام بخير وعلى خير تصدمنا به البارح يا بويا سير تكفى مع تبارك الله جد وليدات باغي تزيد التالنت علاش شنو اخويا رزقني الله به شنو نقول ليه الله يعاون هو كمل دابا شنو خلي اجي الفيديو هذا بغيتي نبدا نقول 10 ويلي 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 والله الا حامله
شوفي شوفي تقابل هذاك ديال محمد كرم وبقات مخبعه. لا لا ماشي محمد كرم. لا لا بصح جميلة مبروك 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 ان شاء الله الصحة والسلامة وباش نتمنيكم ان شاء الله. يا ربي امين بابا الله يحفظك وين جيك. يا ربي امين بابا الله يحفظك وين جيك. الله يبارك فيك حبيبي الله يحفظك وين جيك. كمل بالخير. الله يكبر ليك اخالتي الله يحفظك. يا ربي امين. داكشي قاطع الله يحفظك امي انت ملكة سفيان هذا مالو طوب التمرين دباتني في هذا الولد ديما شدت معايا واحد الضب زالو حب عليا انا على ما قلت دابا الله تفكينا ما بغيتيش تخشم وجهك علاش دابا شوفي الا كنتي كتبت بصح هادشي غنبقى ديما معاك صافي مشي جي شبه شويه العمو صافي الله ما يجعل كل شيء باكم سعود والله عارف بلي 80% هذا الشيء مقلب يا ايان يا الحمد لله لا الحمد لله لا ماما ماما ما ساكتة على خزيت هذا مالك ماما يا وليدي الله يسخر انا ما قلت لا راك تشكو لا ولكن ما قلتي والو كان الغيماز ديال وجهك في الكاميرا بان في شكل مالك ابدا بالعكس الا مكتب في الرزق مرحبا ياك دابا خالتي مع ولدها كنولدوا لها واحد وكنزيد واحد هذيك الصاله لا شويه لا ماما نقول لك واحد الحاجه قالت لها يا ويلي مع هذيك يا ويلي قالت لها حامله لا كتهرب وتقول لي كتهرب بزاف تكتب لي ما طلبت وام الله يرحم الله يرحم لينا مسكين يا ربي امين الله يرحمها ودابا ودابا القصه اللي هي باش تعرفوها عندنا تويمين ماشي واحد دابا هادي لا لا خوام وام شي ناس تما لا هادي ماشي اليوم هادي ماشي اليوم هادي ماشي اليوم هادي راه قديمه هادي راه دابا شي 15 يوم تقريبا ومشينا وشفنا لقينا الحمد لله لقينا تويمين الله يكمل عليكم بالخير يا ربي امين وشكرا جزيلا علاش مالكم شكون باردين انا نورمال ملي كنسمعوا الانسان صلاه وسلام حيت ما كاين حتى حاجه لانه عارف بلي انت داير المقهى اللي داير فينا مقلب لا 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 عطينا نشوفوا هذاك فيه جيبوا فاطمه زهره فينا هي الراديو يلا حتى حنا مع اللعبوا لا ميلا يلا سيدي خليكم معنا ما عنديش مشكل واحد جوج ثلاثه يلا خالتي قول لهم الصراحة مقلة ولكن الحمد لله حنايا اللي جاب الله كيما قالت لها جميلة اللي جات من عند الله مرحبا حاجة طبيعية جاب الله ولكن أنا علاش كندوي هكاك لأنه الصراحة وصلنا لواحد الوقت اللي صعاب القضية ما بقاش كيف شحال هادي أنا كنفضل لي باغون يولدوا جوج وليدات مثلا أنه جوج وليدات يقريوهم بريفي ولا يولدوا خمسة ويقريوهم في الدولة مثلا هادشي اللي بغيت نقول تحية وليدات ديال الدولة ولكن اللهم جوي جات ويتهلا فيهم الواحد ولا يولد ثلاثة أربعة خمسة ومكرفين يعني اللي بغيت نقول لكم أخوتي هو أنني خفت زعما على الصحة ديال فاطمة الزهراء حيت كان زعما الوليدة الخامية ديالها زعما صعيب يلا الانسان ولاد عاوتاني حمل هادشي وداكشي اللي داز على اختصار يعني ولات عندي ديما فوبيا شي واحد كيقول لي حامل تيجي لي فوبيا لا فوق هادشي كله هو تويمي اللي قلت لكم فوق هادشي كله الواحد اذا كانوا الوليدات مثلا واحد ولا جوج تيجي ساهل في التربيه ديالو تيجي ساهل في التنقل ديالو لو بغى يمشي لشي بلاصه وتحقق تلبس بغيت زعما تقريه مزيان وتلبسو مزيان وداكشي تيكون الحمد لله متيسر لك الامور ديالك مهمتي رياكسيون ديالك احسن حاجه عندي وليد وبنيته حلاوه الله يعطيك الصحه حلاوه اولا جوج وليدات اولا جوج بنيتات اللي بغى الله المهم جويزات الله يجزاك الام كتبقى باقا جن لا ولكن ماما بغيناك تكثر لنا داك الصدمه ديالك شنو كنتي كتقول في راسك فاش هادي تصدمتي زعما الصراحه لا ماشي تصدمت
انا ما نبغيهاش باقي البنيت صغيره الوليد باقي صغير يلاه تزاد شي علاش شي مسكينه فوق هادشي قالت لك والله مرحبا هذاك الشيء اللي كاين الله يحفظكم وينزلكم اخوتي وتبارك الله عليكم وكنتمنى هاد لا فيديو كنا الاعجاب ديالكم الله يحفظكم اخوتي وتبارك الله عليكم وهذا المجمع ديال الخير فريمون عجبني هذا المجمع اللي درتو لنا مهمتي الله يحفظك والحمد لله على سلامتك سيدي سفيان تبارك الله عليكم باي باي